صحيفة كيكر تناولت الموجة بين بايرن ميونخ وريال مدريد وركزت على فرص مشاركة البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف البايرن. الصحيفة أشارت إلى أن الإصابة التي تعرض لها الهداف البولندي في مباراة بايرن ميونخ ضد بروسيا دورتموند جعلت الشكوك تحوم حول مشاركته أساسيا في مباراة دوري الأبطال التي سيستقبل فيها البايرن ريال مدريد، وذلك على الرغم من تأكيدات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن اللاعب تعافى. من جهتها ركزت صحيفة ماركا على التحذيرات المشددة للاعبي البايرن من تحركات قائد الريال سيرخيو راموس. الصحيفة نقلت عن أنشيلوتي قوله أنه ليس بحاجة لتذكير لاعبيه ماذا يعني راموس للريال، مشيرا إلى هدفيه اللذين أسكت جماهير أليانز أرينا قبل 3 سنوات، وذلك في إشارة لمباراة الفريقين التي انتهت برباعية للريال. ولم تنس صحيفة الإشارة إلى أن راموس مهدد بالغياب عن جولة الإياب إذا ما تلقى بطاقة صفراء في مواجهة أمسية الأربعاء. في صحيفة أس عبر جابي عن فخرهم في أتلتيكو مدريد بمواجهة ليستر سيتي. جابي تحدث عن الإنجاز الذي حققه ليستر الموسم الماضي عندما توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز دون أن يكون ضمن دائرة ترشيحات تتويج. جابي أكد أن أتلتيكو مدريد يعيش أفضل أيامه بما يقدمه من مستويات خاصة في دوري الأبطال الأوروبي. شكسبير يتطلع لكتابة معجزة أخرى، عنوان نطالعه في صحيفة الديلي ميل. الصحيفة أشارت إلى أن المدرب كريغ شكسبير يسعى إلى إثارة ضجة جديدة بعد تلك التي أثارها في الدور الماضي عندما قاد ليستر سيتي لطاحة بإشبيلية من الدور ثمن النهائي. وأضافت الديلي ميل أن تركيز الثعالب الكبير سيكون منصبا على دوري الأبطال، حيث سيواجهون فريقا متطور الأداء والمستوى في الفترة الأخيرة وهو فريق أتلتيكو مدريد. مشاهدي نهاية فقرة الصحافة.